إلى ذلك شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ندوة ولقاء مفتوح مع شباب محافظة بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية والنقابية والسياسية. أكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد فتحي على أهمية الحوار الوطني وآليات تنفيذ التوصيات والمقترحات، شارحا دور لجان الحوار الوطني ومطالبا الحضور بتقديم أي مقترحات أو رؤى تدعم هذا الحوار.